مصممة المكياج رودينا ثابت، أهلا وسهلا فيكي معنا بفوش. حبيبي أهلا وسهلا فيكم معنا. اليوم قديش بتشوفي شركات الإنتاج بسوريا بتقدر هاي المهن الإبداعية ما وراء الكاميرا وبتعطيها حقها فعلا؟ لحقلك شيء، أنا يمكن مقلة كتير بأعمالي، عندي عمل رمضاني واحد، ويعني تخيلي أنا بعرض السنة عندي عروض كتير. أخذت مسرحية مبدئيا، أخذت مسرحية لأستمتع بالشباب وبالشغل. اللي ما بده يقدر تعبنا فأنا أكيد ما رح كون معه، بس يعني ما فيني أقول غير هيك، لأنه نحن عم نجرب نعمل كل شيء لترجع تطلع الدراما هيك تنتعش، تطلع من غرفة الإنعاش. نحن بحاجة لإنعاش بالدراما، فوقت بده يجي المنتج يقول أنا ما بدي رودينا أو ما بدي سين أو ما بدي كذا، أوكي بالنهاية نحن في عنا شغلنا اللي نستمتع فيه. ما في حدا ما بيقول نحن ما لنا بحاجة شغل، كلنا بحاجة شغل، بس نحن بحاجة مساحة مع تقدير لحتى نعطيك أكثر كمنتج. بس اليوم ايمتى بترفض رودينا تشتغل مع مخرج معين؟ برفض اشتغل مع مخرج ما فيني اقول له استاذ، بس ايش هالجواب يعني؟ لانه انت اذا مخرج ما قدرتي تقلي له استاذ فانت صعب تكوني باي عمل. اذا انا ما بدي اشوفك استاذ وتعطيني رايك ويقنعني واحترمه فصعب. لما بنقرا عناوين عن رودينا ثابت بنقرا عنوان رودينا ثابت مصممه المكياج الاكثر شهره في سوريا، انت اليوم تعتبري نفسك فعلا الاكثر شهره رقم واحد؟ حبيبي يمكن أنا الأكثر شهرة بوجودكم، بوجود الصحافة، بوجود لا بالحقيقة وحياتك، بوجود الناس اللي عم بتضوي على شغلك، بوجود المخرجين اللي عم يورجوا تفاصيل شغلك، خيارهم بوجودك. فهو يمكن أنا الاسم شوي فيني أقول أنه مو الأكثر شهرة، اللي بينذكر أكثر، لأنه بتخيل أنه شغلة أعمال كتير فيها، كاركترات كتير فيها، معارك كتير فيها، فهي يعني صار السي في تبعي بيجمع كتير اشياء. اما الشهره بتجي منكم، وحياتك بتجي منكم الكم، اكيد بتستاهليها واكيد بعد تعب طويل. اليوم اعمال اللي بتحمل كاركترات كتير بتغريكي اكثر بالعمل؟ انا بيغريني العمل الصعب بصراحه. انا دائما بقولهم بحب العمل التجميلي، بحب انه اعمل عمل تجميلي بعيد عن الكاركترات وكذا. فبس بتلاحظي اعمالي حتى بالاعمال التجميليه بتقولي هاي الممثله ما عرفتها، التجميلي مثل الكاركتر، انا بدي غيرك بالمكياج التجميلي ليشبهوكي بحدا. دائما مثلا بعمل مكياج بيقولوا لي طلع بتشبهي نجوى كرم مثلا او كذا، تجميلي كاركتر مثله مثل اي شيء. يعني انت لتغيري ممثل بالمكياج التجميلي اصعب من انك تعملي كاركتر. اليوم عمليات التجميل عم تكتر كثير وخاصه بين المشاهير، عم تلاقوا صعوبه بشغلكم بسبب هاي العمليات؟ انا معتذره عن اعمال بسبب عمليات التجميل، لانه بينطلب منك شغلات انت مانك ساحره. يعني انا ما فيني شيل فينير لممثله بدور خدامه مثلا، هيدا فينير يعني تركيب اسنان بيضة هالقد. قد ما جربت أنا عم بعالج فيها كماكير بأدواتي، صفت اسنانها ما رح تقنعك. وما شرط إن أنا أكسر اسنانها للخدامة اللي يطلعوا بشعين. في شغلات عم بتصير أوفر. أنا ماني ضد التجميل أبدا، أنا حدا بيعمل تجميل، بس أنا ضد أنا ضد التصليح، بس ضد التغيير. انت شكلك حلو، بالعكس انا وقت بشوف حدا انا عامل منخار وبقول له كان عندك شيء خاص، صرت بتشبه كل العالم، صرت بتشبه كل الممثلين. حلوه الخصوصيه، الممثل بتفاصيله بعظم خده، عامله تمي، عامله بوتوكس، اوكي، بس انا ماني ممثله، ما رح اجي اقنعك باني انا ماني عامله فيلر لتمي، لا انا عامله. بس انت ما فيكي تاخدي دور بنت جامعه وانت الفيلر هالقد، او بنت فقيره وانت عامله فينير، او في شغلات كثير عم بتصير ما فيني اوصف لك اياها. برجع بقول لك انا ماني ضد، انا مع التصليح مع التعديل، بس ماني مع التشوين. اليوم شو العمل من الاعمال اللي اشتغلتيها هو الاقرب لقلبك؟ كل اعمالي قريبه لقلبي، ما بدي اظلم شيء بصراحه، لانه بختار كثير اعمال اللي بدي اشتغلها، فالكل اقرب لقلبي بصراحه. ما فيني مين اللي اشتاق لضيعه ضيعه، بس بدي اقول لك
يعني ضيعة ضيعة له خصوصية، ضيعة لأنه هو من الأعمال اللي ما بقى ترجع. الله يرحمك يا نضال، بما أنه بالمسرح. اليوم تعاملتي مع فنانين سوريين وتعاملتي مع فنانين عرب أيضا، مين أكثر فنانين تفاهمتي أنت بياهم حسيتي أنه بيذهبوا بالدور للأقصى بدون ما يفكروا بشكلهم؟ مبدئيا ما فيني أقول لك الكل وما فيني أحدد لك أسماء بصراحة، بس بعشق وبحس حالي أني راقدة ورا الممثل اللي من قلبه بيشتغل. أنا بعشق، بتلاقيني بصير عم بدي أعطيه كل التفاصيل بس لحتى أقول له أنك أنت بتجنن، أنت حلو. المكير ما في يشتغل مجسم، بدك روح. يعني أنت وقت تعملي مكياج لممثل إذا هو ما عطى الروح فأنت ما رح يطلع لك، ما رح يبين كل شغلك. فأنا بعشق الممثل، بعشق كل اللي كانوا هلا على المسرح، وعندي استعداد كل دقيقة أفكر بشي جديد لإلهم لأنه من قلب قلبهم عم بيشتغلوا. خبرينا عن جديدك، شو رح نشوفك ما بعد هاي المسرحية في رواية أخرى؟ جديدي مبدئيا عندي، ما بعرف إذا رح أبقى بالبلد مبدئيا ولا لا، عندي دورة بدي أطلع على السعودية، عندي تدريس بالسعودية، بدي أعمل دورة مكياج سينمائي وتلفزيوني. ما بعرف إذا في شي عروض رح تجي حس أنه رح أكون موجودة فيها أو لا. لهلأ مبدئيا ما في شي. ليش احنا اليوم بحاجه لهي الدورات لحتى فعلا يتعرفوا على اصول المكياج السينمائي بمهنيته بحرفيته، مو مثل ما بيفكروا انه هو عباره عن مكياج او عن صالون حلاقه؟ شغلنا ما بيشبه ابدا الصالونات، وحتى انا بحاجه بكل لحظه لشيء جديد. ولو في دورات سينمائيه باخر الدنيا حتكوني اول، حتلاقيني اول حدا مسجل فيها. بضل في جديد، بنضلنا مشتاقين لخبرات جديده، لراي ثاني، لمواد عم تطلع جديد. ما فيك تقولي انه انا خلص ما بقى في شيء، صرت كامله مكمله، لا، بنضلنا هالقد قدام بحر الميك اب يعني. فنحن رح نعطيهم اللي عنا وناخذ من الجديد كمان. شكرا كثير ودنا ثابت، نورتينا عبر فوشيا. ميرسي لوجودكم وتقديركم ووقتكم.